صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. مشاورات الحريري لتشكيل الحكومة متواصلة، وبري يقول من حق رئيس الجمهورية الطلب من مجلس النواب عقد جلسة لمعالجة الأزمة. اللجان النيابية المشتركة تقر قانون مكافحة الفساد في قطاع البترول. السلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة، والصدر يتوعد ويحذر من اختبار صبره. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد، ترامب يعلن عدم جهوزية بلاده لإبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وفي الرياضة، مواجهة نارية الليلة بين ألمانيا وفرنسا في انطلاق بطولة دوري الأمم الأوروبية. لم تهدأ الاتصالات والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري بهدف تشكيل الحكومة، فكما أعلن بعد تقديمه الصيغة الجديدة لرئيس الجمهورية ميشيل عون، يواصل مساعيه من أجل الخروج بحكومة وفاق وطني لا ينتصر فيها أحد على الآخر. واليوم استقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ووزير التربية مروان أحمدي، ونكون مع التقرير فور جهوزه. لقاء الرئيس الحريري بالوزير الخليل تزامن مع كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قال فيه: كان يجب أن تشكل الحكومة أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد. وأضاف أمام وفد من نقابة المحررين: أنا عندي ثالث أكبر كتلة نيابية، وطلبت ثلاثة وزراء لتسهيل تشكيل الحكومة. واعتبر بري أنه من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب من أجل الاجتماع للبت بأزمة تشكيل الحكومة، مضيفا: في هذه الحال على رئيس المجلس وفق الصيغة القائمة أن يقوم بالتدبير المناسب. أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن الخطاب غير اللائق بحق الرئيس سعد الحريري لا يجوز، وأشار في حديث لبرنامج كلام بيروت إلى أن الرئيس الحريري واضح في موقفه لجهة تشكيل حكومة، وهذا الأمر يتم بالاتفاق بينه وبين الرئيس عون، والأمر ليس من مهمة الوزير جبران باسيل. المطلوب أنا بتقديري اليوم أنه الكل يتواضع، المفروض انه الكل يتواضع. الرئيس سعد الحريري عم بيقول انا ناطر، انتظر، ناطر اسمع من فخامه الرئيس. هلا بتقلي شو عم نسمع بهاليومين، امبارحه وقلت امبارح عم نسمع كثير، بس ولكن بتصور الرئيس سعد الحريري ما راح يجي يسمع من محيط الرئيس ميشيل عون، فخامه الرئيس او هذا الطرف او ذاك شو عم بيقول. لا، فخامه دوله الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف للحكومة، يسمع من الرئيس ميشيل عون شخصيا ملاحظاته ويبنى على الشيء مقتضى. فخامة الرئيس عم يحكي بحكي موزون، بس اللي عم نحس انه من الناس ما بدهم هذا، كانه هالتسوية هذه تكمل. عم نحس من بعض الاطراف الموجودة اللي هي محيطة، تسمي حالها محيطة فخامة الرئيس، اخي عم تنصب حالها محل فخامة الرئيس. صارت الرئيس سعد الحريري لن يعتذر. الرئيس سعد الحريري مصر على أن يكون في حكومة وفاق وطني. الحديث عن صلاحيات وغير صلاحية، الدستور واضح، ما بقول لك غير هيك، الدستور واضح، النص الدستوري واضح، ما في معايير. شو عملوا رؤساء الحكومات؟ اجوا حطوا النص الدستوري وقالوا بأنه هذا هو النص الدستوري وهذه هي صلاحيات كل من رئيس الجمهورية، من أيا يكن هذا الرئيس، ورئيس الحكومة أو رئيس المكلف أيا يكن هذا الرئيس. شفنا أنه بل الردود كانت عم بتحاول، أنا بتقديري عم بتحاول تنقل النقاش من مكان إلى آخر، تنقل النقاش من أنه من ضرورة تأليف الحكومة إلى مكان آخر، إلى مكان آخر بحديث بدستور يعتبره إذا إلى مكان اعتبره اليوم. وأنا بحييه، قريته اليوم لزميلي العون بالجمهورية لما عم بيقول أنه هناك جهات تريد افتعال فتنة دستورية. وسط هذه الأجواء، الأوساط السياسية والإعلامية تنتظر الموقف المباشر للرئيس ميشيل عون بشأن التشكيلة التي قدمها الرئيس سعد الحريري. التقرير لربيع شنطف.
منذ تكليفه تأليف الحكومة الجديدة فتح الرئيس سعد الحريري ورشة حوار مع جميع الأطراف السياسية سعيا إلى إيجاد صيغة وفاق وطني تمثل أكبر شريحة سياسية ممكنة، وذلك حرصا منه على تعاون الجميع من أجل إكمال العمل الذي انطلق بعد تشكيل حكومة العهد الأولى. عراقيل وضعت أمام الرئيس المكلف ومحاولات للانقضاض على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء الدستورية واتهامات بالمماطلة تبدأ ولا تنتهي، كل ذلك وأكثر تلقاه الرئيس الحريري بصدره، وقدم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية ميشيل عون ليس فيها منتصر ولا مهزوم وفيها تضحيات متبادلة، وهو ينتظر الرد من الرئيس عون. اليوم الرئيس المكلف عمل طلع تشكيلة، كانوا عم بيقولوا قبل انه مفروض يطلع تشكيلة، طيب طلع اقتراح تشكيلة خلينا نسميها. اليوم الرئيس عون الكرة بملعبه يطلع يقول لا انا مش موافق او موافق، بغض النظر عن الجواب السياسي اللي اجى بالاعلام، هذا ما بيلزم الرئيس المكلف. اللي بيلزمه للرئيس المكلف الجواب الرسمي من فخامة الرئيس. على فخامة الرئيس اليوم يقول له للرئيس المكلف انا هيدي التشكيلة مش موافق عليها للاسباب التالية، بتمنى عليك اذا كان في امكانية يتعدل هون او هون او هون. هذا شيء طبعا كمان بيرجع للرئيس المكلف لانه هيدي شغلة توافقية ما بين الاثنين اللي عم بيوقعوا على المرسوم. هلا اليوم الرئيس الحريري بانتظار جواب الرئيس عون. من المعروف ان نجاح او فشل العهود الرئاسية مرتبط بنجاح الحكومات المشكلة فيها، إذ أن الحكومات تمثل الدينامو للعمل التنفيذي، وحتى تشريعات مجلس النواب المالية وغيرها بحاجة إلى حكومة فاعلة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن التأخير بتشكيل الحكومة يعني تأخير تنفيذ المشاريع التي ينتظرها المواطنون وتأخير تنفيذ مقررات مؤتمر سادر. الحكومة لازم تتألف مبارح قبل اليوم، ورئيس الجمهورية بدل ما ننطر سنتين ونص ننتخبه، كل لازم ننتخبه بس انتهت ولاية الرئيس ميشيل سليمان، تاني يوم ننتخب رئيس جمهورية مثل كل دول العالم، والحكومة بتتألف تاني يوم بعد ما بتستقيل مثل كل دول العالم، ومجلس النواب كل 4 سنين بنعمل انتخابات مش بنمدد 4-5 سنين تنرجع نتفق على قانون انتخابات. إذا بدنا نحكي بهذا المنطق البلد كله ثغرات، مجلس النواب تسكر سنتين ونص، بلد معطل 7-8 سنين من أصل 13 سنة، هذا شيء طبيعي منه صحي. إذا منشوف التعطيل اللي صار وإذا منشوف كل حكومة تتعطل كرمال نوزر فلان أو فليتين، حكومات بقيت 11 شهر وحكومات بقيت 9 شهور، وبالتالي بعد الرئيس المكلف بمهلة كتير كتير معقولة. هلا بتقلي هذا شيء طبيعي؟ هو المش طبيعي أنه أي مؤسسة دستورية بالبلد توقف يوم، ولكن بظل النظام اللي نحن موجودين فيه كل المؤسسات عم توقف ايام. وانطلاقا مما تقدم فان الحكومة تبدو حاجة ملحة لجميع اللبنانيين لحلحلة شؤونهم اليومية، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. والآن نعود إلى نشاط بيت الوسط اليوم والذي تناول فيه الرئيس الحريري المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة إضافة إلى قضايا تربوية. ملف تشكيل الحكومة والمستجدات بشأنه عرضه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع وزير المال علي حسن خليل في حضور الوزير غطاس خوري في بيت الوسط. الرئيس الحريري التقى أيضا وزير الدفاع يعقوب الصراف وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون وزارته. وفي بيت الوسط وزير التربية مروان حمادي ومدير عام وزارة التربية فادي يرق. حمادي أكد للرئيس الحريري أن السنة الدراسية الجديدة تتميز ببعض الإقبال المتزايد على التعليم الرسمي، ما يدل كما قال بالثقة بالتعليم الثانوي خصوصا وبالروضات أيضا. وبحث حمادي مع الرئيس الحريري معالجة المعضلات التي قد تواجه القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيكون له هناك اجتماع مع اتحاد المدارس الخاصة والنقابة، كما أشار إلى أنه سيعلن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عن إطلاق العام الدراسي. حمادي عرض أيضا البرامج المختلفة التي تربط لبنان مع الدول المانحة بالنسبة لأوضاع الطلاب النازحين السوريين، معمما أن أولاد الأمهات اللبنانيات أيا كانت جنسية الوالد يقبلون في المدارس إسوة بالطلاب اللبنانيين. في مجلس النواب أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون مكافحة الفساد في قطاع البترول. قانون دعم الشفافية في قطاع البترول أقر في اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت في مجلس النواب تمهيدا لمناقشته لاحقا في الهيئة العامة. وزير الطاقة سيزار أبي خليل رحب بإقرار القانون الذي من شأنه مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز، فيما لفت نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي إلى أن الرئيس نبيه بري سوف يدعو قريبا إلى عقد جلسة تشريعية. نوقش هذا القانون مناقشة عميقة ومفصلة وتمت الموافقة عليه بالإجماع، على أمل أن يصار إلى تصديقه في الهيئة العامة.
الرئيس بري هو بانتظار انتهاء القوانين التي تدرس في اللجان المشتركة، ومن أجل أيضا إقراره في الهيئة العامة، لأنه هذا أمر مطلوب ويخدم لبنان، وخصوصا في مؤتمر سيدر الذي تعرفون جميعا القرارات التي اتخذت بهذا الشأن. باسم اللقاء الديمقراطي، اقترح النائب بلال عبد الله أن يتم إعداد البطاقة الصحية وأن يعاد النظر في إدارة النظام الصحي. نحن مع توسيع عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكيد بعد إعادة تكوينه، بعد دعمه، بعد تحسين أدائه. تجدر الإشارة لأن جلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس المقبل سوف تخصص لمناقشة اقتراح قانون الوساطة القضائية في لبنان. من أمام مبنى وزارة التربية والتعليم جدد الأساتذة المتعاقدون مطالبتهم بحقهم في التثبيت، فيما استنكر الأساتذة المتقاعدون عدم زيادة رواتبهم. جدد الأساتذة المتعاقدون مطالبهم من أمام مبنى وزارة التربية، وذلك رفضا لسياسة ما اعتبروه قتل حق المتعاقد والمماطلة في تثبيته. هذا الحراك جاء بعد سلسلة من الاعتصامات قاموا بها، مؤكدين أنهم لن يوقفوا تحركهم إلا بصدور كتاب رسمي عن وزير التربية يحفظ عقودهم وساعات عملهم. هذا المتعاقد يعيش الآن الحرمان من بدل نقله طبابة، كله محروم منه. هناك نكبة، هناك مجزرة ستحدث وستحصل بحق المتعاقدين، فاعمل كتاب يا معالي الوزير لتستثني فيها ساعات وعقود المتعاقدين. اللي قدم للدولة واللي رفع التعليم السنوي بيوم كان التعليم الخاص بده ياخد مكانه، الآن يرمى إلى الخارج. على معالي الوزير ليتأمن ساعات للمتعاقد لما قدم على المباراة. تحرك الأساتذة هذا انسحب على تحرك آخر للأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وذلك في مقر رابطة التعليم الثانوي. وقد استنكر المتقاعدون عدم الزيادة على رواتبهم التي كانت مقررة في سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 25% عام 2017، ونسبة مماثلة مع بداية أيلول الحالي وأخرى في العام 2019. لقد فوجئ الأساتذة والمعلمون المتقاعدون وبعض الإداريين والعسكريين عند قبض معاشاتهم التقاعدية في الأول من أيلول 18 أنه وبدون أي مبرر قانوني لم تضف إلى معاشاتهم الزيادة القانونية الواضحة. وتوجه المحتجون إلى الرؤساء الثلاثة، كذلك إلى النواب المؤتمنين على المراقبة والمحاسبة، معلنين أنهم سيلجؤون إلى الوسائل القانونية إذا اقتضى الأمر. في صيدا زارت النائب هي الحريري مؤسسة كهرباء لبنان واطلعت على أسباب التقنين الحاد الذي تعاني منه المدينة، مطالبة بتحسين التغذية في صيدا وجوارها. في إطار متابعتها اليومية للقضايا الحياتية التي تهم المواطنين في مدينة صيدا والجوار، ولا سيما مشكلة التقنين المتزايد في التيار الكهربائي، زارت النائب بهية الحريري مؤسسة كهرباء لبنان وتفقدت أوضاعها واطلعت من المسؤولين فيها على واقع التغذية وأسباب التقنين الحاد الذي تعاني منه المدينة. الحريري أكدت أن موضوع تقنين التغذية الكهربائية وبالتالي الشح في تأمين المياه يشكل أولوية، لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين. اللي هو المفروض بس يرجع الرئيس السعودي إن شاء الله بدنا نبلش مع ساعات المحافظ بهذا الموضوع. حكينا كمان بموضوع يعني الخطوط الهوائية اللي موجودة واللي لا منظر ولا أمانة لا سلامة عامة. يعني إذا بدك تيجي أنت المدينة تحطها على سكة السلام العامة، يعني شوف أنت فرن روح اثنين بعدهم عم يتعالجوا بالجعتاوي. يعني كل هيدي بدنا ندرسها. يعني ما فيك انت تتناول المدينة الا اذا بتشفتها من كل جوانبها. واضافة انه احنا مطلوب يكون عنا خطة على المدى القصير وخطة على المدى الطويل. خطة على المدى القصير اللي علاقة بخط ال 24 ساعة اللي هو يعني بينهي موضوع المي، أزمة المياه بالأمور. وعندك موضوع المحطة النقل اللي كمان بتريحنا كتير وبصير وضعنا أفضل بأي تغذية إجت صاروا قادرين توصل للكل.
وكانت الحريري أجرت اتصالا هاتفيا بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، واستفسرت منه عن أسباب عدم حصول صيدا على قصتها الكافية من الكهرباء، مطالبة بتحسين التغذية في المدينة والجوار. وفي إطار إيجاد حل لأزمة انقطاع المياه في الجنوب، أكدت مصلحة مياه لبنان الجنوبي أنها ستباشر بتركيب عدادات ذكية لتفعيل الجباية ومراقبة وصول المياه. أزمة المياه في لبنان لا تقتصر على مناطق بيروت وجبل لبنان، فالواقع المرير الذي يعاني منه مواطنو المحافظتين أطل برأسه أيضا على أهالي الجنوب. جزء كبير من الأزمة ناتج عن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في المنطقة بحسب ما أفاد رئيس مصلحة مياه بيروت الجنوبي وسيم ظاهر. ظاهر شرح أيضا الأسباب الأخرى التي تقف وراء هذه الأزمة. مشكلة كبيرة عندنا الكهرباء، وتنقطع الكهرباء، تنقطع المي بجزء كبير من المناطق. المعامل الانتاج اللي عم نعمله هلا، المعامل الموجوده عم نزيد طاقاتها لاقصى طاقه، وعم نعيد تصميم خطوط الضخ والخزانات الريزرفورز الاساسيه بما يتماشى يعني مع بعضها مع الحاجه. المصاري حتتامن اول شيء من خلال الجبايه. السنه الجايه مفروض نركب 40 ل 50 الف عداد ذكي بجنوب. تصميم الشبكات عم نعمل بطريقه هندسيه نقدر نعرف اذا كل بيت واصله مي ولا لا. نحن الخطه اللي حاطينها مفروض من 3 إلى 5 سنوات يكون ان شاء الله قضينا على او خلصنا من مشكله المي بجنوب. وأكد ظاهر أن انقطاع الكهرباء لن يكون مشكلة في المستقبل، حيث أن المصلحة بصدد التوجه إلى إيجاد بديل يتمثل بإنشاء محطات للطاقة الشمسية، واعتبر أن التوجه إلى خصخصة هذا القطاع في حال طرح يعد توجها كارثيا. في روما، رضيع لبناني يخضع لأول عملية زرع كبد وكلى من أم لطفلها في العالم. الطفل اللبناني دانيال ابن العامين ونصف العام استعاد الأمل بالحياة بعدما خضع لعملية زرع مزدوجة لكلى وكبد من والدته في مستشفى الطفل يسوع في روما. هذا الإنجاز الطبي هو الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث تكمن فرادة العملية في جراحة الاستئصال من الوالدة للتبرع أولا بالجزء الأيسر من الكبد ومن ثم الكلى في وقت لاحق، وكلاهما بتقنية جراحية أجريت بالمنظار. الطفل كان يعاني من اضطراب حاد في التمثيل الغذائي المعروف باسم أوكزالوزيس، وهو داء نادر يصيب شخصا من بين كل 100,000 نسمة و333 ألف نسمة، وسببه احتواء أجهزة وأنسجة مختلفة من الجسم على الكثير من أوكسالات الكالسيوم، وهي مادة كيميائية طبيعية في الجسم، ولكن ارتفاع نسبتها يتسبب بأمراض خطيرة. استئصال كلى من متبرع حي بالمنظار تقنية أصبحت متداولة منذ سنوات عدة، في حين أن استئصال عينة من الكبد بالمنظار هي جراحة أدخلت حديثا إلى المراكز الأكثر تخصصا فقط، ومستشفى الطفل يسوع هو الوحيد في إيطاليا الذي يجري هذه العملية. وفي هذا المستشفى تحديدا أجريت العام الماضي 4 عمليات زرع للكبد والكلى لأطفال لبنانيين مصابين بفرط الأوكسالات، وفي السنوات العشر الأخيرة تم زرع كلى ل11 شخصا يعانون من المرض نفسه. النشرة بعد الفاصل. فرنسا تهدد باستهداف النظام إذا هاجم إدلب بالكيماوي. أهلا بكم من جديد. في التطورات العراقية، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس النواب إلى الانعقاد فورا لبحث أزمة البصرة، والسلطات تعلق قرار حظر التجول في المدينة قبل دخول حيز التنفيذ بدقائق. الأزمة السياسية في العراق والتي تتداخل فيها عوامل عدة باتت تشكل مصدر قلق للعراقيين والتيارات السياسية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد فورا بجلسة علنية استثنائية، مهددا أنه في حال لم تنعقد الجلسة بمهلة أقصاها الأحد المقبل فسيكون له موقف حاسم لا يخطر على بال أحد. وفيما خص التحركات الشعبية في المدن العراقية والبلدان
البصرة تحديدا دعا الصدر كافة المسؤولين إلى ترك مناصبهم في حال لم يجتمعوا لحل أزمات المدينة التي باتت بلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات، وأطلق دعوات لحملة تبرعات لإعانة أهالي البصرة. لم أعد قادرا على أن أقف متفرجا، فقد نفذ صبري إزاء ما يحدث في البصرة من مظالم وتعد على المتظاهرين، بل وقتلهم بغير حق وسوء خدمات، فلا ماء ولا كهرباء ولا كرامة. وسط هذه الأجواء تواصلت الاحتجاجات، وقال موظفون في ميناء أم قصر إن محتجين واصلوا إغلاق مدخل الميناء مما استدعى تعليق العمليات. مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان اتهم قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع، ودعت قيادة العمليات المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية. كما علقت السلطات في ميناء أم قصر جميع العمليات بعد إغلاق متظاهرين لمدخله خلال الاحتجاجات. وسط استمرار نزوح مئات المدنيين من محافظة إدلب بحثا عن ملاذ آمن وخوفا من هجوم وشيك، هددت فرنسا باستهداف النظام السوري إذا هاجم إدلب بالكيماوي. بعد التهديد الأمريكي للنظام السوري، أعلن قائد الجيش الفرنسي أن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية إذا استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم للنظام لاستعادة محافظة إدلب. قائد القوات المسلحة الفرنسية توقع القضاء على فلول تنظيم داعش في نهاية تشرين الثاني المقبل. هذا وحذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أن هجوما واسع النطاق على المحافظة سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء النزاع السوري في العام 2011. كما عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من نزوح نحو 800 ألف شخص، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورة إلى تجنب حمام دم، مشيرا إلى تقارير إعلامية تفيد بأن النظام حدد 10 أيلول كمهلة للتوصل إلى حل قبل شن هجوم شامل على المحافظة. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رأت أن الوضع في إدلب معقد وهناك قوات متشددة ينبغي محاربتها، وقالت إنها تحدثت مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع هناك، وشددت على ضرورة تفادي وقوع كارثة إنسانية. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الروسية أن إجراءات موسكو في إدلب تتماشى مع الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تستهدف القضاء على الجماعات المتشددة، مشيرة إلى أن موسكو ترى أن من واجبها أن تتابع عن كثب هذه الاتفاقيات، وسوف تواصل تدمير من أسمتهم الإرهابيين لحين القضاء عليهم بشكل نهائي وكامل. ويبدو مصير إدلب مرهون الآن على الأرجح بقمة تعقد الجمعة في طهران بين زعماء روسيا وتركيا وإيران. وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن هذا الاجتماع سيجعل الوضع أوضح، لكن وزير الخارجية التركي مولود شويش أوغلو أعلن أن بلاده أبلغت الجانب الروسي بأن الهجمات الأخيرة على إدلب خاطئة. اتهامات لميليشيات الحوثي بعرقلة مشاورات جنيف بعدما ادعت أن التحالف العربي لم يمنح تصريحا لطائرات وفدها بالإقلاع من مطار صنعاء، ووفد الحكومة اليمنية يعلن عن إعادة النظر بحضور المفاوضات. كان مقررا لمشاورات جنيف حول اليمن أن تنطلق يوم الخميس، إلا أن تعنت الحوثي وخلقه للحجج الواهية أخرت موعد انعقاد الجلسات إلى الجمعة. يدعي الحوثيون أنهم لم يحصلوا على تصريح من جانب التحالف العربي لإقلاع طائرات وفدهم من مطار صنعاء ما أدى إلى تأخير سفرهم إلى جنيف، لكن هذا الأمر دحضه وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الذي نشر على حسابه على تويتر صورة تبين التصريح الممنوح لطائرة الأمم المتحدة المكلفة بنقل وفد الميليشيات، معتبرا تبريرات الانقلابيين تنفيذا لإملاءات إيران. وتشير مصادر يمنية إلى أن وفد الحوثيين يقدم حججا لتعطيل وإفشال المشاورات عبر وضع اشتراطات جديدة، أمر دفع بوفد الحكومة اليمنية بالتهديد بالانسحاب من المفاوضات. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أعلن عن احتمال تأجيل مشاورات جنيف لبعض الوقت، مضيفا أنه طلب مدة 3 أيام للمشاورات وتمنى ألا تمتد إلى 3 أشهر، فيما رأى أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف تكون عبر إطلاق سراح السجناء. وسط ذلك واصلت الميليشيات الحوثية استهداف المناطق الأهلة بالسكان، حيث أفيد عن إصابة العشرات من مدينة نجران السعودية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من صعدة واعترضته دفاعات التحالف العربي.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم قواته على منع تموضع إيران في سوريا، وتعهد نتنياهو في كلمة ألقاها في تل أبيب بالتحرك لإحباط النوايا الإيرانية بشأن تزويد قواتها ومن يسير في فلكها بأسلحة فتاكة توجه ضد إسرائيل، وقال إن أي أعمال حربية تنطلق سواء من الأراضي السورية أم من أي مكان آخر ستواجه من القبضة الفولاذية على حد تعبيره. بعد إعلان وزير خارجية باراغواي أن بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب من القدس في تراجع عن قرار اتخذته في أيار الماضي، أعلن وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس أن فلسطين قررت فتح سفارة لها فورا في عاصمة باراغواي تقديرا لموقف حكومتها. وفي السياق ذاته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أمر بإغلاق سفارة إسرائيل لدى باراغواي ردا على قرارها إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب. دنس عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى رأس السنة العبرية، وقامت مجموعات من المستوطنين باقتحام الأقصى وأدوا صلواتهم الجماعية العلنية في ساحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ودعت جماعات الهيكل لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال الأعياد اليهودية. حمل وزير الأمن البريطاني بن والس حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا في آذار الماضي بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية. من جانبه نفى الكرملين تورط أي مسؤول روسي من القضية، فيما ردت وزارة الخارجية الروسية على بريطانيا بالقول إن الأسماء التي نشرتها السلطات البريطانية فيما يخص المشتبه بهما لا تعنيها. أعلنت السلطات اليابانية ورجال الإطفاء مقتل شخصين وجرح 125 إضافة إلى فقدان 39 في زلزال ضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان. وقال السكرتير العام للحكومة إن التيار الكهربائي انقطع عن 3 ملايين منزل، وإن الوقت الذي ستستغرقه عملية إصلاح الأعطال غير معروف بسبب انهيار المعدات في محطات توليد الطاقة. وفي النشرة بعد الفاصل، مجلس الأمن الفرعي في الجنوب يواكب مراسم عاشوراء. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. مشاورات الحريري لتشكيل الحكومة متواصلة، وبري يقول من حق رئيس الجمهورية الطلب من مجلس النواب عقد جلسة لمعالجة الأزمة. اللجان النيابية المشتركة تقر قانون مكافحة الفساد في قطاع البترول، والسلطات العراقية تلغي قرار حظر التجول في البصرة، والصدر يتوعد ويحذر من اختبار صبره. استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون وفدا صينيا برئاسة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتم خلال اللقاء عرض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار مبادرة طريق الحرير، لسيما أن الصين تحتل المركز الأول في قائمة الدول التي يستورد لبنان منها. وأمل الرئيس عون من الصين أن تستورد المنتجات اللبنانية، متحدثا عن مشروع توسعة مرفأ طرابلس وتحسين شبكة الطرقات بين لبنان وسوريا بحيث يكون كلا البلدين مساهمين في إعمار سوريا. الرئيس عون التقى أيضا رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت شرب المتة مع وفد من النقابة، عارضوا له أوضاع الشاحنات وظروف عملها في المرفأ وسلسلة مطالب لتحسين أوضاع عملهم والحفاظ على فعالية مرفأ بيروت. ووعد الرئيس عون بتصحيح الكثير من الأمور التي شكا منها الوفد. تحت عنوان الفيحاء تفرز، انطلق مشروع فرز النفايات من المصدر في مدينة طرابلس، والتقرير لغسان فران. بهذه الطريقة المثالية تقوم بعض أحياء طرابلس برمي نفاياتها. مشروع فرز النفايات من المصدر دخل حيز التنفيذ في المدينة بعنوان الفيحاء تفرز، بعد مبادرة قامت بها جمعيات متعددة بدعم من بلدية طرابلس وبالتعاون مع شركة لافاجيت. أهم الدور العملي صراحة هو الدور التوعوي أو دور نشر ثقافة الفرز من المصدر، واللي عم نحاول نشتغل عليه ككشاف مسلم من الجيل الصغير. نحن مش بس عم نشتغل على الأرض وعلى الناس، عملنا واجب كشفي للكشافة تبعونا أنه كل كشاف موجود بأي بناية بأي بيت
هو مسؤوليته يعود الناس الموجودين بهيدي البنايه ويشجعهم على ثقافه الفرز. فاجأنا انه الكميات اللي احنا عملنا دراسه انه مثلا تكون عندنا كميه محدده، عم نتفاجئ انه الحمد لله عم يكون عندنا 4-5 اضعاف الكميه اللي كنا متوقعينها. وعن جد الشعب الطرابلسي انا بهنيه وبشد على ايده انه عن جد نستمر هيك مش نتجر. اوريدي نحن بلشنا صرنا مبلشين 16/8 يعني صرنا اقل من شهر، والتفاعل وتعاطي الناس والايجابيه تبعيتهم بالموضوع الفرز من المصدر كان كتير مهم، كان مبهر صراحة. يعني احنا كتير تشجعنا وانبسطنا. اماكن بيسمون جرين بونتس اللي هي النقط خضراء حيتحطوا باربع شوارع بطرابلس والمينا والبداية والألمون، هدول حتى حيكونوا قادرين يستقبلوا مواد زيادة اكتر، حيكونوا قادرين يستقبلوا زيت طبخ مستعمل، حيستقبلوا مواد الكترونية، حيستقبلوا تياب مستعملة كمان. المشروع لاقى استحسانا والتزاما من الشركات والمواطنين وكذلك المحال التجارية. احنا كموضوع فرز نفايات، نحن كسوبر ماركت متفقين مع كشاف المسلم انه نسلم الكراتين والنايلون بيطلع عنا كمية كبيرة من الكراتين والنايلون والبلاستيك. وبحسب الجهات المنظمة فإن المشروع يسير نحو التوسعة والتعميم ليشمل كل أحياء المدينة وضواحيها. إذن ها هي طرابلس دخلت مبدئيا في عملية الفرز من المصدر على أمل أن نرى هذه المستوعبات في كل المناطق اللبنانية. من طرابلس غسان فران، تلفزيون المستقبل. تسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل نسخا عن أوراق اعتماد لسفراء جدد في لبنان، وهم سفراء الأرجنتين واليونان وباكستان والدنمارك وفنلندا وبريطانيا، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية. كما التقى باسيل سفير الهند وتناول معه العلاقات بين البلدين وكيفية تفعيل التبادل الاقتصادي. عقد مجلس الأمن الفرعي في محافظتي الجنوب والنبطي اجتماعا برئاسة محافظ النبطي القاضي محمود المولى لمواكبة مراسم عاشوراء التي تبدأ مساء الاثنين المقبل حفاظا على الأمن والاستقرار. النشرة بعد الفاصل. ضعف طفيف في الدولار يؤدي إلى انحصار بعض عمليات بيع الذهب. والآن نشرة اقتصادية مع باسل الخطيب. شكرا منير، أهلا بكم. ترامب يعلن عدم جهوزية بلاده لإبرام اتفاق للتجارة مع الصين والمحادثات مستمرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ليست جاهزة بعد للوصول إلى اتفاقية بشأن النزاعات التجارية مع الصين، لكنه أضاف أن المحادثات ستستمر. وفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر في حرب تجارية متبادلة. ويدرس ترامب فرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنهم أبلوا بلاء حسنا في المفاوضات مع الصين، لكنهم ليسوا مستعدين بعد لإبرام الاتفاق الذي يتطلعون إليه، مشيرا إلى مواصلة المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يكن له احتراما كبيرا. وتطالب واشنطن بكين بتحسين فتح أسواقها وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية ووقف الدعم الصناعي وتخفيض فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 375 مليار دولار. وتتهم الصين إدارة ترامب باستخدام أساليب متشددة وتدعو إلى المزيد من المحادثات. ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بشراء حاضر وبقاء الدولار تحت ضغط، لكن انخفاض الون وسط مخاوف من رسوم أمريكية وشيكة على الصين كما ذكرنا حد من مكاسب المعادن. وزادت عقود الذهب الأمريكية الأجلة 0.1% لتسجل 1202 دولار للأونصة. وقال محللون إن ضعف طفيفا في الدولار الأمريكي أدى إلى انحسار بعض البيع في الذهب الذي شهدناه في وقت سابق من الأسبوع، وكان الذهب هوى أكثر من 12% عن ذروة 1365 دولار للأونصة المسجلة في نيسان، وأثارت المستويات الحالية شراء كبيرا في السوق الحاضرة ليس في الدول النشطة في شراء الذهب فحسب مثل الهند والصين، بل وفي جنوب شرق آسيا لأغراض الاستثمار أيضا حسب ما ذكر متعاملون. وارتفعت واردات الذهب الهندية لأكثر من مثليها في آب لتسجل على مستوى في 15 شهر، حيث شجعت الأسعار المنخفضة المصنعين على إعادة بناء مخزوناتهم.
أما أسعار النفط فتراجعت حيث أثر اضطراب الأسواق الناشئة على المعنويات، إضافة إلى قرب فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار. وغير أن العقوبات الأمريكية على إيران حالت دون مزيد من التراجع في الأسعار، وقال المتعاملون أن من المتوقع أن تؤدي للشح المعروض بالسوق بعد بدء سريانها اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة إلى 68 دولار 60 للبرميل بانخفاض 13 سنت عن التسوية السابقة، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بانخفاض 4 سنت عند 77 دولار 23 للبرميل. وتلقي اضطرابات الأسواق الناشئة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي، حيث تتجه الأسهم الأسيوية صوب جلسة سادسة من الخسائر المتتالية. أما الدولار فقد ارتفع في ظل تنامي المخاوف من أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم الجمركية على واردات صينية، لكن ارتفاع العملات الأوروبية حال دون صعود أوسع للعملة الأمريكية. وقد يفرض ترامب رسوما جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار بعد انقضاء مهلة التعليقات العامة اليوم، ومن المرجح أن يوفر هذا دعما للدولار الذي أصبح ملاذا آمنا رئيسيا للمستثمرين الراغبين في الاحتماء من النزاع التجاري بين أمريكا والصين. ويقول متعاملون أن ذلك يرجع إلى المكاسب التي حققها الجنيه الاسترليني واليورو بعدما أفادت بلومبرغ أمس أن ألمانيا ستقبل اتفاقا أقل تفصيلا بشأن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للانتهاء من صفقة الانفصال البريطاني. وأثر ارتفاع الدولار أكثر من 6% مقابل العملات المنافسة على مدى الأشهر الستة على عملات الأسواق الناشئة بشدة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية حتى الساعة، شكرا للمتابعة. شكرا باسل. وبعد الفاصل في الرياضة، نادال وديوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. والآن الرياضة مع هبة زيدان. مساء الخير. بينتظر عشاء كرة القدم اليوم انطلاقة دوري الأمم الأوروبية، واللي رح تقام للمرة الأولى بين الدول ال 55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عبر أربع مستويات. وأبرز مباريات اليوم هي مواجهة المنتخب الألماني نظيره الفرنسي بطل كأس العالم ضمن مباريات المستوى الأول عن المجموعة الأولى. تفاصيل أكثر عن هالمباراة بالتقرير التالي. بيظهر منتخبي ألمانيا وفرنسا لأول مرة بعد كأس العالم مساء اليوم عندما بيلتقوا بافتتاح بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب أليانز أرينا بالمجموعة الأولى واللي بتضم أيضا هولندا. وبيسعى المنتخب الألماني لمحو الصورة السيئة يلي ظهر فيها بكأس العالم وخروجه من الدور الأول، حيث قال يواكيم لوف مدرب المنتخب عن الظهور الأول بعد المونديال: جميعنا مراقبون وتحت ضغط كبير، أنا مدرك لذلك، لكني ما زلت مقتنعا بمستوانا. فريق كأس العالم كان جيدا جدا، لكننا لم نقدم المستوى المأمول. وبمقابل الضغط بالمباراة الأولى على لوف، يبدو ديدييه ديشام مدرب منتخب فرنسا يلي أصبح ثالث شخص بتاريخ اللعبة بيحرز لقب المونديال كلاعب ومدرب مرتاح للمرحلة المقبلة. وقال ديشام: عليك أن تحسن إدارة لقب بطل العالم، لكنه ليس عبئا بل العكس، مع الجوانب الإيجابية التي تضيفها صفة بطل العالم، أكان في الشق الرياضي أو الإنساني والنفسي. هذا دافع كبير بالنسبة إلى المنتخب الذي يتألف من تشكيلة شابة بمعظمها وهي جاهزة لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام ألمانيا. وبعد شهرين فقط من تأهله التاريخي لنهائي بطولة كأس العالم للفوتبول للمرة الأولى، بيطلع منتخب كرواتيا للحفاظ على مستواه اللافت والبقاء وسط الكبار عندما بيخوض اليوم مواجهة ودية صعبة أمام نظيره البرتغالي قبل ما يلتقي مع منتخب إسبانيا بمستهل لقاءاته ببطولة دوري أمم أوروبا. زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي قال: حصلنا على ثاني العالم، لكن يتعين علينا البدء بتناسي ما حدث، ينبغي علينا مواجهة ما هو قادم. وبدوره اختتم المنتخب البرتغالي استعداداته لمواجهة نظيره الكرواتي باللقاء يلي رح يغيب عنه النجم كريستيانو رونالدو، ويلي فضل البقاء مع جوفانتوس للتعود أكثر على الأجواء بإيطاليا.
ايضا باخبارنا افادت تقارير صحفيه انه اللاعب البرازيلي النجم بصفوف فريق باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا عم بيرغب من جديد بارتداء قميص برشلونه. وبحسب التقرير فانه الزياره الاخيره يلي قام فيها نيمار الى البارسا اعرب خلالها عن حزنه للرحيل عن الفريق الكتالوني كاشفا عن رغبته بالعوده مره اخرى. وتفيد التقارير انه نيمار يلي احبته الجماهير الفرنسيه الخاصه بالبي اس جي واعتبرته نجم الفريق طالب المساعده من بعض المديريين التنفيذيين بالنادي بمساعدته للعوده. وختمت التقارير انه نيمار رح يكون عنده حلم اخر لبقيه حياته وطبعا هو العوده الى نادي برشلونه وايجاد بعض زملائه بالفريق. اختار الدول الانجليزي السابق ديفيد بيكهام اسم جديد لنادي ميامي الامريكي بعد ما اشتراه مؤخرا. وكشف بيكهام اسم وشعار النادي الجديد حيث رح يكون انتر ميامي اف سي ويلي رح يشوف النور بعام 2020. واضاف بيكهام هذا يوم فخر بالنسبه لي وللفريق كله، هذه خطوه مهمه جدا وجديده في تشكيل الفريق وستمثل لحظه مهمه في تاريخ نادي انترناشونال ميامي لكره القدم. ودشن النادي موقعه الرسمي على الانترنت فضلا عن حساباته الرسميه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه طبعا فيسبوك انستغرام وتويتر. الى عالم التنس حيث تاهل الاسباني رافائيل نادال الى الدور نصف النهائي من بطوله اليو اس اوبن بعد فوزه على منافسه النمساوي دومينيك تيام بمباراه صعبه جدا كانت على الطرفين. وفاز نادال بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع 0-6 6-4 7-5 6-7 و7-6. بدوره تاهل الصربي نوفاك ديوغوفيتش الى نصف نهائي بطوله امريكا المفتوحه ايضا بعد ما تغلب على الاسترالي جون ميلمان بثلاث مجموعات من دون رد وبنتيجه 6-3 6-4 و6-4. هذا كان كل شيء باخبارنا الرياضيه، شكرا للمتابعه والى اللقاء. وفي ختام هذه النشره تذكير بعناوينها. مشاورات الحريري لتشكيل الحكومه متواصله وبري يقول من حق رئيس الجمهوريه الطلب من مجلس النواب عقد جلسه لمعالجه الازمه. اللجان النيابيه المشتركه تقر قانون مكافحه الفساد في قطاع البترول. وحظر للتجول في البصرة لمواجهة الاحتجاجات ومقتضى الصدر يتوعد ويحذر من اختبار صبره. كان في الاقتصاد ترامب يعلن عدم جهوزية بلاده لإبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وفي الرياضة مواجهة نارية الليلة بين ألمانيا وفرنسا في انطلاق بطولة دوري الأمم الأوروبية. النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.